مرحبا، أنا اسمي جورج زيدان من مجموعة الحق في الحركة فلسطين. موجودين إحنا اليوم بقرية بتير، قرية جميلة جدا جنوب غرب بيت لحم، بالتعاون مع مسار فلسطين التراثي عمل إيفنت تنظيف لمسار الهايكينج اللي في بتير. بتير من أحد أجمل قرى فلسطين اللي كانت طبعا تنافس على مواقع يونسكو التاريخي. اليوم وجودنا لننظف المسار أكثر من 15 متطوع. بتمنى تكون رسالة منا للجميع على أهمية المحافظة على نظافة الريف والمناطق الطبيعية بفلسطين. إذا منحب أرضنا أضعف الإيمان إنه نحافظ على نظافتها. فبتمنى من جميع الناس خصوصا الموجودين يعملوا هايكينج أو ينبسطوا يشوا يتسلوا في الهواء الطلق والجو المناخ اللي بجنن، إنه أقل ما يمكن يعملوه إنه نطفوا وراهم بدل ما يتركوا وراهم زبايل وخمة، أقل إشي. شكرا لكم، ومنحب نشوفكم معنا في إيفنتات قادمة تنظيف في غير مناطق بريف فلسطين وعلى مسار فلسطين التراثي. مسألتين بدي احكي فيهم. اول شيء شكرا لكم عن جد كثير، انت جماعة عن جد جديين وكثير بشكركم. بس السبب الاول انه انتم مش من بتير جايين تساعدوا بتير، لانه فعلا النفايات والبيئه اللي تضررت ما كان سببها اهل بتير، واهل بتير باستمرار بيشتغلوا على موضوع البيئه تبعتهم، بس مش ملاحقين بحجم الزوار اللي احيانا بفوق عدد سكان البلد. المساله الثانيه اللي انا بدي احكي فيها اللي هي مساله ضروريه جدا، ان نحن في بتير دقينا ناقوس الخطر على مستوى فلسطين مش على مستوى بتير، انه ان الاوان الاستراتيجيه جديده بالنسبه للسياحه البيئيه. السياحه البيئيه انا بعتبرها لليوم أصبحت أو اليوم صارت عبء على البيئة. آن الأوان لكل المرشدين لكل القايدات إنه يدكوا ناقوس الخطر لزوار البيئة، إنه يتركوا البيئة بسلام، وكلنا عارفين شو يعني نترك البيئة بسلام. هاي هي رسالة بتير. بتير البداية، وإن شاء الله تنتشر ظاهرة الاهتمام في الطبيعة أكثر لكل فلسطين. وكمان بشكر عن جد اللي لبوا الدعوة، دعوة بتير اللي هو مسار بتير، مسار فلسطين التاريخي، وما كسروا، اجوا كثير ناس مندوبين عنهم ساعدونا في تنظيف البيئه. شكرا لهم. احنا اليوم في بلده بتير في حاره السبع ارامل في المنطقه السياحيه رقم واحد تقريبا، سياحه مجتمعيه تصل احيانا لحد 5000 الى 8000 سائح يوم الجمعه والسبت على هاي المنطقه. في نفايات كثيره وراهم من ناشد الجميع ينظفوا وراهم ويهتموا في البيئه والطبيعه، وممنوع قطف الاشجار، ممنوع قطف الازهار، ممنوع اشعال النيران الا في الاماكن المخصصه لذلك بتوجيهات المرشد السياحي اللي معهم. وبنتمنى الخير والتوفيق للجميع، واستمتعوا في طبيعه فلسطين.